مشاهدينا، دعونا نلقي نظرة على أسهم شركات التكنولوجيا الثقيلة على مؤشرات الأسواق الأمريكية والتي أغلقت على تراجعات بالجملة خلال جلسة الأمس. تراجع بقرابة 3% لسهم إنفيديا ويستقر عند 139 دولاراً. مايكروسوفت أيضاً تراجع ب 17% والسهم عند 424 دولاراً. سهم أبل يتراجع بأكثر من 2% في جلسة الأمس ويستقر عند 230 دولاراً. أما بالنسبة لألفابت الفئة سي تراجع بقرابة 1.5% والسهم عند 164 دولاراً. بالنسبة للأسهم الأخرى أيضاً مثل سهم بلاتفورمز تراجع ب 3% والسهم عند 564 دولاراً. أما بالنسبة لأمازون تراجع أيضاً بأكثر من 2.5%. سهم تسلا تراجع ب 2% وكوالكوم متراجع بقرابة 4% ليستقر عند 166 دولاراً.